حيث قال شقيق الانتحاري محمود حسن مبارك، وذلك في لقاء خاص مع برنامج كل يوم، قال إنه كان دائم السفر، إن شقيقه كان دائم السفر خارج مصر، إلا أنه استقر منذ 6 أشهر. نتابع. كان وصلت اتصال بيني وبينه انفصلت تليفونه، كل ما رن عليه ما بيردش. أنت كنت بتشوف أخوك كل قد إيه؟ كل حوالي شهرين. أنت كنت عارف إن هو مع عمرو سعد والناس التانية ديت في التنظيم، ولا ما كنتش تعرف عنه حاجة؟ أنا ما كنتش عارف عنه حاجة، عشان أنا طبيعة شغلي بعيدة، يعني تكون شهرين برا البلد. هو كان في مصر من إمتى؟ ولا هو كان مسافر برا ورجع؟ ده كان مسافر برا ورجع، استقر في مصر هنا من حوالي 6 7 شهور. من 6 7 شهور بس. طب هو عيلته فين؟ كانوا موجودين، كانوا معاكوا ولا كانوا معاه؟ لا، عيلته كانت في الصعيد. يعني هو كان عايش مع عيلته، ولا هو كان سايبهم وفي رعايتكم؟ لا، كان معاهم، عايش معاهم. انت عرفت منين ان اخوك هو اللي عمل العملية؟ من التلفزيون، المباحث. التلفزيون؟ المباحث، المباحث. المباحث. انت لما شفت الصورة بتاعت الراجل اللي عمل العملية بتاعت المرقصية، عرفت ان ده اخوك ولا ما تبينتوش؟ لا، ما تبينتوش في الأول، لغاية لما أخذوا العينة وقالوا لي إن أخوك هو اللي عمل كده. هم خدوا عينة منك مش كده؟ خدوا عني العينة. وعرفت إن هو أخوك؟ عرفت إنه أخوي. أنت راضي عن اللي عمله أخوك؟ لا طبعا، محدش يرضى عن الموضوع ده.